تم اليوم توقيع عقدين لإعادة تأهيل طريقين في محافظة ديالى، هم طريق المنصورية قرى تبة المنصورية بطول 51 كيلومتر، وطريق بلدروز مندلي بطول 15.5 كيلومتر. كلفة تأهيل هذين الطريقين تقريبا 10 ملايين دولار، تمويلها من البنك الدولي، وتم إحالتها بأسلوب المناقصة العامة. حقيقة العقود، هذه العقود وخاصة اللي هي من بتمويل البنك الدولي، اللي كانت عقود سابقة منذ عام 2015 أنجزت الوزارة. هذه العقود كانت محال عقود، تقريبا 8 عقود إلى شركات الوزارة، تم إنجازها بالوقت المحدد، ودخلت هذه المشاريع اللي هي الطرق، وإذا كان جسور طرقت دخلت إلى الخدمة، وإحنا باستمرار بالتعاون مع البنك الدولي لتمويل مشاريع إعادة تأهيل الطرق والجسور، وأيضا إعادة تأهيل البنى التحتية، مشاريع الماء والمجاري. إحنا بصدد إحالة عدد من هذه المشاريع من ضمن تمويل البنك الدولي. محافظة الأنبار كانت المشاريع اللي يحيط إلها قبل 3 أو 4 أشهر الإنجاز إلها، يعني إنجازها ضمن الإنجاز المخطط، وإن شاء الله تكمل بالوقت المحدد لهذه العقود. حقيقة كان التخصيص هسه التخصيص على القطع المخدومة اللي هي تكون كلفة الخدمة على المواطن اللي يخصص له، وأيضا يدفع 50% من كلفة الأرض. هذه كانت خطط الوزارة وخطط الحكومة بتوزيع أراضي مخدومة لضمان تنفيذ الوحدات السكنية على هذه الأراضي، لأن توزيع أراضي بحد ذاتها بدون خدمة ما يؤدي إلى بناء وحدات سكنية، وبالتالي ما يؤدي إلى تطبيق سياسة الإسكان اللي رسمتها الوزارة. العقود اللي وقعت مع شركات الوزارة لإعادة تأهيل جسر العتيق، الحديد العتيق، وإعادة تأهيل جسر الرابع، وأيضا جسر المثنى الثاني على نهر الخوصر، تسير الأمور بشكل جيد، وتعمل الشركات ليلة ونهار في إكمال هذه الجسور قبل المدة المحددة لها بالعقد. إحنا الوزارة بمتابعة مستمرة مع القائمين على مدير الشركة ومدراء الشركات، وأيضا العاملين في المشاريع، وبتواصل مستمر معهم ولإكمال هذه الجسور، لأنه بقاها بشكل حالي يسبب عرقلة والمرور بين الجانب الأيمن والأيسر، ويعني أعرف المعاناة اللي يعانوها الموصليين من انجراء انقطاع أو تهدم الجسور.